السلام عليكم ورحمة الله تعالى. هوري حضرتك فيديوهين لحاخام إسرائيلي. وعلى فكرة لما أقول لك حاخام إسرائيلي كلنا ندعو وإحنا صائمين ونقول له نسأل الله عز وجل له الثبات على المبدأ اللي هو فيه. ليه بقى؟ أقول لحضرتك الحاخام الإسرائيلي ده حضراتكم أكيد عارفين القصة بتاعت نتنياهو وزير الدفاع اللي هم عايزين يجندوا طائفة الحرايدين، اتكلمنا فيها 50 مرة وبلاش نضيع وقت حضراتكم. الحاخام بقى المسؤول عن طائفة الحرايدين دول كلهم، العدد بتاعهم ده كلهم، خرج وقال لإسرائيل كده، قال للقادة الإسرائيليين ونتنياهو، قال عارف انت لو العرب مسكونا سلقونا زبطونا عملوا فينا هريسة بتنجان اي حاجة قلاش احنا يعني المقتل بيد العرب اهون علينا من ان احنا نلتحق بجيش قليل الادب. يا اولالات الادب، الحاخام الإسرائيلي قال لهم كده بالشكل ده. אם היו שואלים אותי, מה אתה מעדיף? שהם ערבים יעברו אותם, שיהיו חילוניים. הייתי מעדיף שיעברו את הראשונה. יעוד הצבא הוא קור היתוך לתרבות הישראלית של חילונית. ולא, יעוד יא מוהזע. انت ازاي تقول لي كده؟ انتوا علمانيين. على فكره يا جماعه كلنا ندعو الله عز وجل لهذا الحاخام ان يكون ثابت على المبدا، وندعو الله تعالى لنتنياهو ولواف جالانت ان هم برضو يكونوا ثابتين على المبدا بتاعهم ان لازم يجندوا الحرايديم، والحرايديم ندعو الله تعالى ان هم يرفضوا التجنيد فهم دبين في بعض، واحنا بقى نقعد نتفرج عليهم وهم بيضربوا في بعض من جواك كده تتغسل من جواك. الراجل اللي رد قال لهم انا مش هروح جيش قليل الادب. يا ابو الصبا وكوري توخ التعبود الإسرائيلي شيخ الأمنيت. اللقطات بتاعت الحاخام الإسرائيلي ديت يعني بعيدا عن ثباته على مبدأه، طبعا انت شايفين اكيد الضغط اللي بيحصل لتجنيد الحرايدين، فثباته على المبدأ يوريك فرق شاسع ما بين الحرية. يا جماعة الراجل ده لو متربي داخل نظام ديكتاتوري عسكري، ديكتاتوري بينهم ومن بعض، ديكتاتوري جملتي واضحة، ديكتاتوري بينهم ومن بعض، ما كانش جرى يطلع يقول الكلام دي. زي ما بالظبط عمال نقول لشيخ الازهر انت اكبر قيمه دينيه في امه الاسلام حاليا، يا راجل روح اتحرك ناحيه معبر رفح يا راجل، يا راجل كن كشسع نعل العز بن عبد السلام يا راجل، امام الحرم المكي اللي طالع بيقول لك اعمل السمبوسه. ايضا تناول شيء قليل كما قلنا من السمبوسه، ولا من السمبوسه بالمناسبه غير المقليه بالسمن، لا حقت الفرن هذه. الراجل السمبوسه، الراجل السمبوسة، ابن السمبوسة اللي امامكم ده طالع بيقول للناس فوائد عمل السمبوسة في رمضان. تخيل امام الحرم المكي لما يكون نطع، انت متخيل قبلة المسلمين الامام بتاعها نطع؟ تخيل انت بس الوضع اللي بتعيشه الامة العربية والامة الاسلامية. الراجل الحاخام ثابت على مبدأه اكتر منهم، قال لك احنا مش هنروح نتجند في جيش علماني. انتوا قلات الادب. وهو هو هنا من ضمن الحاجات اللي بيقصدها ايه يا جماعه؟ ان عايز اقول لحضراتكم ان اسرائيل اقرت في الايام اللي فاتت ان هو مزيدا من الانفتاح ناحيه مجتمع الميم، عارفين انتوا الناس اللي هم اللطفاء؟ مجتمع الميم، الواد والواد والبيت والبيت. اسرائيل اقرت الانفتاح اكتر، وده حاجه مهمه جدا نؤيدهم فيه، نؤيدهم بس لهم هم، انما عندنا احنا لا، الحاجات دي ممنوعه. المهم فالحاخام الاسرائيلي بيقول لهم ده انتوا عملتوا كذا وايدتوا الحاجات دي، وفي نفس الوقت اغلب المجندات اللي دخلت الجيش الاسرائيلي بقى عندها حاجات كده، وبعد 9 شهور هيبقى في بيبي جاي. طب المجندات جابت البيبي ده منين؟ فقال لهم انتوا اصلا في قطاع من المجندات للحاجات دي، مخصصات داخل الجيش، موجودين داخل الجيش علشان خاطر المجندين والكلام ده كله، كل مجند مع مجند او كل 5 6 مجندين معاهم مجنده، لدرجه ان خرجت احصائيه من اسرائيل عن ان كل 3 مجندات واحدة منهم ركبة المرجع رمضان كريم. كل لبيب بالاشارة يفهمه، وانتوا حضراتكم فاهمين كلامي، ورمضان كريم والله اكرم، صح؟ طيب فالحاخام الاسرائيلي قال لهم يا اولاد الادب، يا اولاد والله، لا طب والله 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 بصوت السيسي مع ابي احمد في موضوع صد النهضة، ما احنا داخلين الجيش بتاعكم يا علمانيين. يا ابو الصلاة وكوري توخ متعبود الاسرائيليت شيخ الامنيت ברור לכם, זה משהו יותר גרוע מהמוות. הוא צריך לאכול חזירים ולא להיות במקום של חברה חילונית, מידיאולוגיה חילונית. בלאה עליו. וזה סואל للعقل البشري. לו ما كانتش غزة مؤثرة فيه،
لو 7 اكتوبر ما غيرش موازينهم كانوا لجأوا لهذا الامر. طب بالله عليكم سؤال اهم بقى، ليه نتنياهو عايز يلجأ لطائفة الحرايديم؟ ليه؟ ليه واقف جالنت وزير الدفاع عايز يلجأ لطائفة الحرايديم؟ ليه الجيش الاسرائيلي مصر ان يلجأ لطائفة الحرايديم؟ هقول لحضرتك كذا قصة، منهم على سبيل المثال ان المجندين واللي بيتعمل معاهم والنفخ اللي بيحصل لهم في غزة من 5 شهور هم ذاتهم من جواهم بقوا بيقولوا الحرايديم ده قاعد في بيته بياخد راتب اكتر مني انا كمجند في الجيش وبيتعمل معايا كذا وكذا وكذا واطرافي بتروح مني والكلام ده كله. ليه ما يتجندش؟ فبيبقى تذمر كبير جدا جدا داخل المجندين داخل الجيش الاسرائيلي ان دول لازم يتجندوا، دول قاعدين عاله عاملين زي مش عارف البكتيريا بياكلوا ويشربوا ويناموا فقط لا غير وياخدوا رواتب احنا ما بناخدهاش. فدي نقطه. النقطه الثانيه ان نتنياهو عنده نقص كبير جدا 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 في عدد الجنود. اقول لك ازاي. نتنياهو سرح اغلب الجنود الاحتياط، سرحهم ليه؟ علشان عجله الاقتصاد في اسرائيل مش وقفت، دي انفاسيه فلازم تتنفخ وبعدين يبداوا يحركوها واحده واحده تتلين كده بسبب ال5 شهور اللي فاتوا. الاقتصاد الاسرائيلي حرفيا كل التصنيفات الائتمانيه الدوليه منزلاه، نتنياهو عمال يلجا لقروض في قروض في قروض، انهيار كبير جدا في الاقتصاد الاسرائيلي، فعايز الاحتياط يرجعوا يدوروا عجله الاقتصاد. تمام، هيعوض بالاحتياط مكانهم منين؟ برافو عليك، من الحرايديم. طب الحرايديم مش عايزين يتجندوا. ضيف على كل ده ان عادت شدة الاقتتال او شدة الحرب عادت في شمال غزة كتيرة جدا جدا وكبيرة جدا جدا، وبدأت الرشاقات بتطلع عليهم تاني، الرشاقات الصاروخية. فهو كأنه ما عملش اي حاجة طوال ال5 شهور، علشان كده راحوا لمستشفى الشفاء. ليه؟ لانه هم معادلتهم داخل غزة من ناحية الشمال صفرية حرفيا، كأنهم ما عملوش حاجة. طب علشان يرجع يعيد هذه الكرة مرة أخرى محتاج إيه؟ مجندين. هيجيب بتوع الاحتياط اللي وداهم للاقتصاد عشان الاقتصاد يمشي؟ مضطر إن يعمل إيه؟ يجند الحرايديم. ده بالإضافة لأنه عايز عدد من الجنود يروحوا ناحية الشمال من أراضينا العربية مع لبنان لصد الهجمات اللي جاية من ناحية لبنان. هيروحوا مش رايحين. فعلشان كده بوريك حجم الانقسام ده. حجم إيه؟ ده جزء من 10,000 جزء من الانقسام اللي احدثه احداث 7 اكتوبر في اسرائيل. هم عندهم حجم خساره غير طبيعيه. بس يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم، المطلوب مننا كلنا لازم ندعم هذا الحاخام، ندعمه ان يثبت على موقفه، ان الرجل يصمد لا يتراجع ولا يتكهكر ولا يتنحى ولا يتراجع ابدا، لا هو ولا الحرايديم. وان كان بص شوف قال لهم ايه، فاكرين انتوا الحاخام اللي عرضناه قبل كده؟ قال لك ايه؟ قال لك والله العظيم ناخد مراكب ونطلع على اوروبا، نعود الى بلداننا. انت برضو مش عاجبك البلد امشي وسيبها، مش ما تتجندش امشي كلكم. عدد الحرايديم يا جماعه لا يستهان بيهم، ده غير الاكتر من 1.5 مليون اسرائيلي من يوم 7 اكتوبر غادروا البلاد وما رجعوهاش تاني ومش راجعينها تاني، رجعوا لاوروبا وموطنهم الاصلي. سلام عليكم.